السلام عليكم. الهدنة السادسة تلفظ ساعتها الأخيرة دونما نتائج ملموسة على الصعيد الإنساني، ودونما التزام كامل بوقف إطلاق النار على الأرض باستثناء توقف الطلعات الجوية لمقاتلات التحالف. هدنة تمضي كسابقاتها رغم الأخبار عن تحركات سياسية ومسار سياسي كان تم الحديث عنه لحظة تقديم مقترحات بخصوصها. الواقع المعاش في يوميات الحرب والانقلاب في بلادنا يشير إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية التي تم الحديث عنها لم تصل إلى المناطق المتضررة أو لم نسمع أخبارا بشأنها. ومن خلال سلسلة الهدن التي تم إعلانها في بلادنا، كانت تلك الهدن أشبه بحالة استرخاء مؤقتة لعودة جولة المعارك من جديد. هدنة غير مثمرة انتهت دونما نتائج ودون الإقرار بها من قبل الميليشيا، والخروقات كانت كثيرة كسابقاتها، ومنها ما تم تسجيله في بيان التحالف العربي الداعم للشرعية الذي أشار إلى 800 خرق للهدنة قامت به ميليشيا الانقلاب. فهل كانت الهدنة استرخاء مؤقتا للعودة إلى جولة جديدة من الحرب؟ أم أنها عبارة عن جس نبض من قبل الأطراف الدولية للأطراف المحلية عن مدى الاستجابة للحلول والمقترحات الدولية؟ وماذا عن المساعدات الإنسانية التي اشترطتها الحكومة الشرعية كشرط للهدنة؟ نناقش ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الكاتب والمحلل السياسي نبيل البكيري. فأهلا بكم وبه، مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. ربما هذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن فشل للهدنة، نناقش ذلك أستاذ نبيل، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، تقرير قصير ثم نعود إليكم. مضت ساعات الهدنة لا الحرب هدأت ولا استرخى المحاربون ولا شبع الجياع. هدنة كسابقتها الخمس يعلن عنها المبعوث الأممي ويقر بالتزام جميع الأطراف، ولا يلتزم إلا مؤمن بشرعية الأمم المتحدة وأحقية السلام. لا ثمر للهدنة على صعيد المساعدات الإنسانية التي تم الحديث عنها، خصوصا أن 72 ساعة غير كافية لإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة، لكنها ربما تكفي لإعادة التموضعات العسكرية والتقاط أنفاس المحاربين المنهكة. يتساءل مراقبون عن قيمة هدنة قصيرة غير فاعلة على الصعيد العسكري أو حتى على الصعيد الإنساني، إلا ما يراه المبعوث الأممي من تحسن للوضع الأمني، رغم ما ترد من تقارير على الأرض تؤكد استمرار وقوع الانتهاكات. رغم جهود الخارجية الأمريكية المعلنة بإقناع ميليشيا الحوثي باحترام وقف إطلاق النار، ورغم الاتفاق المتضمن التزامات بالوصول بدون إعاقات للإمدادات والعاملين في مجال الإغاثة لجميع أنحاء اليمن، إلا أنه لم يسجل أي تحسن ملحوظ في مجال وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة بالميليشيا. الهدنة التي جاءت بناء على توصية من اللجنة الرباعية التي اجتمعت في لندن وضمن مقترح تقدم به كيري، غير أنه لا تحركات دولية تلت إعلان الهدنة بخصوص ما كان يتم الحديث عنه بمسألة الحل السياسي. تظل الهدنة استراحة لاستئناف المواجهة بين الشرعية والانقلابيين، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بحساسية المعارك التي أصبحت على تخوم صعدة وصنعاء كما يقول متابعون. فهل كانت الهدنة استرخاء مؤقتا للعودة إلى جولة جديدة من الحرب، أم أنها عبارة عن جس نبض من قبل الأطراف الدولية عن مدى التزام جانب الشرعية وقواتها التي تقف على تخوم معقل زعيم الميليشيا واستجابتها للمقترحات الدولية؟ إذن مشاهدينا الكرام، نناقش ماذا بعد الهدنة غير المثمرة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري، وسينضم أيضا آخر عبر الهاتف. أستاذ نبيل، مرحبا بك مرة أخرى. أستاذ نبيل، هذه الهدنة التي تلفظ ساعتها الأخيرة، ربما لو بدأنا بالحديث عنها، ما الذي شكلته من إضافة للمشهد اليمني؟ هي لم تضف شيئا جديدا، هي تكرار لسيناريوهات أو لمزاج سابق دأب على التعامل مع هذه الهدن كنوع من إعادة التقاط الأنفاس وترتيب الأوراق على الأرض. هذا كل ما في الأمر. فضلا عن ذلك، إنه الإشكالية الخطيرة اليوم أن نحن ننظر إلى نتائج ما تم في اليمن، أننا لا ننظر إلى المشهد من جذوره، إلى جذور هذه المشكلة الموجودة اليوم. يعني مثلا نحن الآن على مدى أكثر من عامين تقريبا من حرب دماغ إلى اليوم، نحن أمام أكثر من 65 اتفاق وصلح وهدنة، 65
كانت كل هذه الاتفاقات على مستوى الميليشيات مع الأطراف التي تصارعت مع السلفيين ومع الدولة ومع المعسكرات، أو حولنا كل شيء إلى 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 طرف أمام هذه الميليشيات، مما أدى إلى أن أصبحت استراتيجية الهدن واستراتيجية الصلح غير موجودة، هي بمثابة تكتيكات بالنسبة لهذه الميليشيات، وهي بحسب الأثر الذي والسلوك والذهنية التي تنطلق من هذه الجماعات، هي جماعات يعني لصوصية تتعامل مع الحقائق كنوع من الأكاذيب التي تستصيغها في ذهنياتها وسلوكياتها وممارساتها، وبالتالي أن تنتظر من قاطع طريق ومن لص أن يلتزم ويفي أو يصدق معك، هذا دليل على أنه في خلل في تفكيرك أنت حينما تثق بلص أو قاطع طريق بأنه سيثق سيؤمن مسار للحديث معه، أو أنه هذا نوع أنه في إشكالية لديك أنت في عقلك، أنت مضروب في التفكير ولا تفهم الطرف اللي أمامك. لكن أستاذ نبيل، هذه الهدنة ربما كانت مختلفة على صعيد التحضيرات لها وعلى صعيد أنها جاءت إلى يعني كمقترح من كيري واللجنة الرباعية، ومع ذلك لم تأتي بجديد. ما تسير؟ أولا نحن ننطلق من تجربتنا الذاتية الخاصة الموجودة مع هذه الجماعة على مستوى المرحلة السابقة. المتغير الجديد الآن، نحن أمام 7 هدن برعاية دولية رسمية وبرعاية الأمم المتحدة، برعاية الأطراف التي كانت يعني ال 18 سفيرا الدولية الذين مهتمين بالقضية اليمنية، التحالف العربي، كل هذه نحن أمام أطراف دولية حاضرة في مشهد يتكرر في نسخته السادسة، وهي عبارة عن أكاذيب وليست حقائق. يعني نحن الآن ماذا يعني بعد التجربة السادسة؟ هذا نوع من العبث، نوع من الجنون الذي لا معنى له، إلا أنه في إشكاليات، في مغالطات، في أكاذيب، في حسابات مكشوفة أصبحت، لم يعد شيء يعني خفي في المشهد السياسي اليمني، حتى نحن لازلنا ننقر وراء مثل هذه المحاولات أو مثل هذه الهدن. أنا باعتقادي أنه لكي نعرف هذه النتائج الآن أو هذا السطح ما موجود على سطح المشهد السياسي، يجب أن نغوص في أعماق هذا المشهد. نحن أمام جماعة استحلت كل شيء، استحلت الدم، استحلت الوطن، هدمت، دمرت، قضت على شرعية اليمنيين، على كل شيء. هذا الذي حصل هو يحصل بأثر فكري وسلوكي ومذهبي لدى هذه الجماعة. هذه الجماعة لا يمكن على الإطلاق ومن سابع المستحيلات أن يقبلوا بسلام ما لم ينهزموا. هذه حقائق تاريخية، نحن نتعامل مع حقائق تاريخية والتاريخ يكرر نفسه. لكن ربما هذه الحقائق لم تصل بعد للمجتمع الدولي وما زال لا يعني المجتمع الدولي يفهم هذه الحقائق، بس المجتمع الدولي ليس معني بأن يريد بأن يأتي. من قال أيضا أن المجتمع الدولي معه مشكلة مع جماعة الحوثي؟ المجتمع الدولي لا، ليس عنده مشكلة مع جماعة الحوثي. المجتمع الدولي يرى جماعة الحوثي أنها من ضمن الأدوات المستخدمة في سيناريوهات إعادة ترتيب المنطقة وإعادة إفشال مسار الثورات العربية وفي إعادة إيقاف أي حركة نحو إيجاد الاستقرار في المنطقة العربية. يريدون المنطقة العربية عبارة عن فوهة بركان أو ما مصلحته في ذلك؟ المجتمع الدولي مصلحته في أن تظل المنطقة تحت إرادته وتحت سيطرته، وهو المتحكم بها ويصعد من يريد ويهبط من يريد، يعني يتعامل مع المنطقة كأنها قطعة شطرنج، وبالتالي من مصلحتهم تظل المنطقة أولا سوق للسلاح، وتبقى أيضا سوق للجماعات المافوية الميليشوية التي يرى بأنها من أهم الأسباب التي تعيق الانتقال السياسي والديمقراطي في المنطقة العربية، وبالتالي هو يتعامل مع هذه الجماعات ويقبل أن يتعامل معها ويفضلها على أن يتعامل مع أطراف رسمية حقيقية. يعني تجربتنا خلال 5 سنوات الماضية، كل التجربة الديمقراطية أو أساسيات التجربة الديمقراطية التي بدأت في تونس، في مصر، في اليمن، في ليبيا، كلها انتهت بالفشل الشديد، وبالتالي أتى المجتمع الدولي على أنقاض هذه المرحلة وتعامل مع الميليشيات، تعامل مع حفتر، تعامل مع جماعة الحوثي، تعامل مع ميليشيات كثيرة في العراق، وفي يعني نحن أمام خلل موجود في بنية المنطقة وفي بنية. كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الخلل إذن؟ هذا الخلل يجب أن نتعامل معه وفقا لمصالحنا ووفقا لفهمنا الحقيقي للأزمة في اليمن. الأزمة في اليمن قائمة بين شرعية وانقلاب، بين جماعة طائفية اختطفت، أرادت أن تختطف جمهورية اليمنيين، وهذه المعركة ليست معركة اليوم والأمس، هي معركة تاريخية بيننا وبين هذه الجماعة، بين هذه الفكرة الشيطانية التي حطمت اليمن على مدى أكثر من 1000 عام. وبالتالي اليوم أن تتغافل هذه الخلفية التاريخية كلها
لهذه الفكرة الخرافية وتدميراتها للذات وللتاريخ اليمني، وتأتي وتعمل نفسك منقطعة عن هذه المرحلة وتتعامل معهم كأنها جماعة. نعم. ممكن أن تصل أنت وهي إلى حل. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور أستاذ راجح. هدنة يعني 72 ساعة شرفت على الانتهاء في ظل تحركات ولد الشيخ إلى الرياض، هل من مسار سياسي مرتقب؟ هو حقيقة نحن في الحكومة كنا نعمل أن تكون هناك جدية وضمانات حقيقية لمسار سياسي يعني يتم أو يبدأ خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن للأسف إنه المؤشرات الآن بعد يعني قرب انتهاء الهدنة التي تم الاتفاق عليها، المؤشرات لا تشجع ولا تبشر بخير. يعني الهدنة لا نستطيع أن نقول أنها بدأت لكي تنتهي، زادت الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي في كافة الجبهات سواء في مارب سواء في تعز، المعونات التي كان متفق أن تدخل إلى المناطق التي تشهد قتال وصراع عنيف لم يتم السماح لها، وخاصة مدينة تعز. نعم، رغم أنه كان من شروط الحكومة للهدنة وصول المساعدات الإنسانية، ليس كذلك؟ نعم، وكان تم الاتفاق على كثير من النقاط، لكن للأسف أنه لم يتم الالتزام بشيء من قبل الطرف الآخر. ولعلكم تابعتم تصريحات ولد الشيخ عندما وصف هذه الهدنة بالهشة، ونحن نعتقد أنها أكثر من هشة. لما نستطيع أن نقول باختصار أنها هدنة لم تبدأ لكي تنتهي. الآن هناك يعني مساعي كثيرة من قبل المبعوث الأممي ومن قبل المجتمع الدولي لتمديد هذه الهدنة، ويعني لازم نتعاطى مع هذه الجهود وهذه المساعي، لكننا طالب من المبعوث الأممي ونطالب المجتمع الدولي أن يتحدث بصراحة للعالم من هو الطرف الذي أفشل كل هذه الجهود التي بدأت. هل سيتحدث أستاذ راجح؟ يعني هذه ليست الهدنة الأولى التي تفشل، يعني هي السادسة ربما، وتعاطى الحكومة الشرعية والتحالف أيضا معها بإيجابية، ولكن يعني هل من شأن ذلك إقناع المجتمع الدولي من هو الطرف المعرقل؟ ربما هو يعني مطلع على هذا الأمر، ولكن هل سيصرح بذلك؟ هذه مطالبنا، ونحن ننتظر ماذا سيقولون للعالم عن الطرف الذي أفشل هذه الهدنة. لكن أعتقد أن هذه الهدنة تعد أفشل من سابقاتها، لأنه لم يتم الالتزام بشيء، بالعكس ربما كثير من الجبهات يعني اشتعل فيها القتال بشكل أعنف من أيام الحروب العادية. نعم، إذن هل نحن أمام جولة قادمة من المواجهات العسكرية أم جولة جديدة من المباحثات السياسية أستاذ راجح؟ نحن لازلنا حريصين على العمل السياسي والمسار السياسي وحريصين على إنجاحه. نشعر أنه يعني المسار السياسي سيكون أقل كلفة بالنسبة للشعب اليمني الذي عانى كثيرا من هذه الحرب ومن هذه الميليشيات، لكن كما قلت المؤشرات لا تنبئ أن هذا المسار ربما يكتب له النجاح بسبب تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها التعاطي بجدية مع الجهود الدولية وجهود الأشقاء في المنطقة. نعم أستاذ راجح، يرى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البوكيري أن مثل هذه الجماعات التي مرت معها الكثير من الاتفاقات، ربما أكثر من 65 اتفاق، لم يعني تلتزم بأي واحد منها، لا تفهم لغة السلام ولا الحوار، وإنما هي تفهم لغة الحرب، فهل هناك إدراك لمثل هذا الأمر؟ نحن نؤمن بهذا الكلام، وهذا تاريخ الحركة يعني تاريخ معروف، يعني منذ الحرب الأولى ما يسمى بالحرب الأولى في صعدة لم يتم الالتزام بأي اتفاقية أو تسوية، مرورا بالحروب الستة، مرورا بأحداث دماج، مرورا بأحداث عمران، مرورا بحصار صنعاء تعز، كل هذه الاتفاقيات وكل التفاهمات التي تتم مع هذه الميليشيات للأسف لا تنجح، وهذه رؤيتنا وهذا ما ننظر إليه. لكن المجتمع الدولي للأسف يقول أنه لابد أن يتاح أن يتاح مجال للمسار السياسي والتعاطي السياسي مع هذه الجماعة، ونحن تحدثنا بشفافية وبوضوح سواء مع الأشقاء في المنطقة أو مع الأصدقاء في العالم أن هذه الجماعة لا تفهم إلا لغة القوة، لا تريد السلام ولا تريد الحوار، هي تريد أن تحكم اليمن بقوة السلاح، لأنها تشعر أنه نقطة قوتها هو السلاح فقط وليس العمل السياسي،
لكن هناك يعني قوى كبيره في المنطقه وفي العالم تريد ان 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 يتاح المجال للمسار السياسي. ونحن الان يعني خضنا 3 جولات سواء في جنيف 1 وجنيف 2 والكويت، وللاسف لم نصل لشيء مع هذه الميليشيات، لكننا ندرك انه العمل المسار السياسي سيكون اقل كلفه على اليمنيين، لكن للاسف الطرف الاخر غير مدرك لهذه الحقيقه. يبدو انه مصر على استخدام السلاح حتى اخر لحظه، وبالتاكيد انه اليمنيين جميعا سيدافعون عن انفسهم وعن حريتهم وعن حياتهم مهما كانت التكلفه ومهما كان الثمن. نعم، إذن راجح بادية المتحدث باسم الحكومة عبر الهاتف كنت معنا، شكرا جزيلا لك. عودة إليك أستاذ نبيل، رأيت ربما استمعت للأستاذ راجح ويتحدث أن الحكومة هي ما زالت مع المسار السياسي رغم كل الخروقات التي تتم لأي اتفاق، الطرف الآخر كالعادة متعنت، إلى أين يمكن أن نصل في ظل هذين الخطين المتوازيين؟ هو من الطبيعي أن تتعامل الحكومة سياسيا، هذا المتاح لديها أصلا، لكن أيضا في المسار الآخر يعني الحكومة حينما تتعاطى سياسيا، هو طبيعة أي حكومة في العالم يجب أن تتعاطى مع من حولها سياسيا، وخاصة حينما نصل إلى أنه الملف في اليمن أصبح ملف دولي يعني بدرجة رئيسية، ولا يمكن أن ترفض أي مسار يعني سياسي أنت بحكم أنك جزء من هذه المنظومة الدولية والإقليمية. لكن في الطرف الآخر أنا باعتقادي أنه هو المسار الذي يجب أن يعول عليه كثيرا ونتعاطى سياسيا في نفس الوقت، هو المسار العسكري. المسار العسكري ليس فقط مسألة أن تستمر الحرب فقط، لكن أعتقد أنه أهم من المسار العسكري بكثير الآن هو إعادة ترتيب صفوف الشرعية من الداخل، المناطق المحررة، رواتب الناس، الوضع الاقتصادي، المجاعة التي الآن بدأت تنهش أطراف من تهامة. نحن امام الكوليرا التي بدات في تعز في عدن، يعني نحن امام كوارث حقيقيه. هذه الكوارث الحقيقيه هي تخصم يوميا من شرعيتك، هي تخصم يوميا من مكانتك امام المواطن انك لم تفي بالتزاماتك الحقيقيه، هي تخصم ايضا من مكانتك امام المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الذي لا زال حتى هذه اللحظه يصر على ان يتعامل معك كطرف شرعي رغم انه يتعامل مع الميليشيات، لكن لا يقرر المجتمع الدولي في حتى هذه اللحظه ان يتعامل مع هذه الميليشيات كطرف رئيسي بقدر ما هو يتعامل معها كطرف ممكن ان او يحاول ان يدمجها ضمن هذه الشرعيه. وهذا المسار او هذا الدافع لان يدمجها ضمن الشرعيه هو وجود هذا الخلل وهذا الضعف الموجود في اطار مؤسسات الشرعيه الموجوده حاليا التي لم تستطيع ان تلبي هذه الاحتياجات، لم تستطع ان تعزز وتطور من اداءاتها طوال هذه الفتره. نحن اليوم اكثر من سنه وثمانيه اشهر من المعركه، هناك مناطق تحررت لها أكثر من 8 أشهر كما هو في المناطق الجنوبية، المأرب أيضا تحررت، لكن لا زال هناك نوع من السلحفائية في التعاطي مع قضايا الناس مع 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 صميم مسؤوليات هذه الشرعية وهذه الحكومة. ولا أتصور أنه وجد في التاريخ رجل يحكم دون أن يتحمل مسؤولياته، يجب أن تكون عند مستوى هذه المسؤولية وأن تتحمل هذه المسؤولية، وليس فقط أن 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 تكون في الواجهة لكن دون أي أخلاقيات ومسؤوليات لك في مثل هذا الموقع. أنا باعتقادي هذا خلل كبير يجب أن تعالج هذه الفجوة. هل ترى أن هناك تشتت أستاذ نبيل يعني في مسألة أن الحكومة تركز ربما في الجانب السياسي والمشاورات والمجتمع الدولي مغفلة شرعيتها على الأرض عليها أن تتحرك على الإطلاق في سبيله؟ على الإطلاق، على الإطلاق لا يوجد أي تناقض أو أي تصادم بين أن تؤدي مسؤولياتك في المسار السياسي وتؤدي مسؤولياتك لسه لم أعني التناقض، وإنما هل هناك تشتت في الرؤية؟ لا غير وضوح. أنا أقصد أنه لا يوجد تعارض على الإطلاق، يعني ممكن أن تشتغل في المسار السياسي وفي أجهزة هي التي تشتغل أصلا وأطراف أيضا ووزارات ومسؤولين لهم مسؤولياتهم في إدارة ترتيب الشأن الداخلي الأمني والعسكري والسياسي الاقتصادي والأوضاع الناس وحاجياتهم مستلزماتهم، هذه لا تتعارض أبدا مع مسار السياسة، لأنه نحن أمام دولة يجب أن تكون دولة فيها مؤسسات، كل مؤسسة تختص بعملها الذي الموكلة لها، لكن لا يمكن أن نقول أن هناك تشتت نتيجة للجهود الكبيرة التي تقومها في المسار السياسي. هذا أنا أعتقد نوع من الهروب والتسطيح
أو إخفاء الفشل الموجود في الجانب الشرعي. يجب على الحكومة الشرعية أن تفهم في هذه المرحلة أن كلما مضينا وكلما طال أمد الحسم وأمد القيام بواجباتها كلما خصم من شرعيتها، ليس فقط أمام المجتمع الدولي وإنما أمام المجتمع المحلي. ما الذي يجعلها أستاذ نبيل يعني لا تقوم بهذه المهام رغم أنها يعني إن عملت على الأرض فهي ستزداد قربا من الناس، يزداد الناس إيمانا بها وبشرعيتها؟ يعني هناك يعني ربما علامة استفهام كبيرة في هذه النقطة. سعي إيجابي لهدنة يثقون تماما أنها لن تتم، لا يوجد عمل على الأرض، وإن حدث وفتح ملف الحوار السياسي سنجد أنهم المبادرون. الإشكالية اليوم في هذا المسار وفي هذه البطء في إدارة الشأن السياسي أو الشأن المحلي والشأن الداخلي، أنه أنا باعتقادي أنه في إشكالية تكمن في عدم جدية المسؤولين في تحمل مسؤولياتهم. أنا باعتقادي أنه لو حصل كل فترة يعني تقييم لأداء كل وزارة على حدة، تقييم لأداء كل مسؤول على حدة، هذا التقييم يجب أن يكون أن يقيم، وكل من فشل في عمله يلقى جانبا ويغير هذا المسؤول. لكن الإشكالية أنه خلاص يعني تظل يعني كل واحد في مكانه، ولا تقييم ولا متابعة، ولا كأن المسألة تتعلق، أنا لا أدري يعني، كأن الجانب جانب إداري أو جانب حضوري بحت لا علاقة له بمسؤوليات وأخلاقيات تلتزم بها، مسؤولية قانونية ودستورية، أنت تؤدي من دستوري في أن تؤدي وظيفة. هناك أيضا يعني كان يفترض أن تكون هناك حكومة حرب مصغرة تستطيع إدارة يعني الأزمات التي هي يعني مباشرة مع الناس، يعني هناك وزارات ربما ليست معنية بما يحدث الآن، هل هذه أعباء أخرى يعني تضاف؟ نحن من المحاسن أو من لطف الله بنا في اليمن إنه ما حصلش انشقاق بين المقاومة والحكومة، يعني رغم كل التقصير الكبير أو رغم الغياب الكبير للحكومة في أداء المقاومة، وبالتالي لا زالت المقاومة هذه التي تضحي وتقدم وتعمل كل شيء ولا تتلقى من الحكومة شيء باستثناء ما تحصل عليه من التحالف العربي، لكن من الحكومة الشرعية أنا بعتقدي لا يوجد حتى مجرد حتى تواصل، لنكون صادقين، باستثناء جبهة مأرب، جبهة تعز، المناطق الأخرى ما يوجد حتى تواصل بين الحكومة الشرعية والمقاومة على الأرض. وبالتالي من لطف الله أنه ما ذهبتش المقاومة لتشكيل سلطة الأمر الواقع، وإنها لا زالت تخضع لأوامر الرياض، لأوامر الحكومة الموجودة في الرياض. يعني نحن أمام حالة وطنية نادرة، لكن هذه الحالة الوطنية لم يتم التقاط هذه الإيجابية والعمل على تعزيزها. أنا أعتقد أنه قد تطول إذا ما طالت الأمور، يعني أنه سنذهب إلى حكومات محلية، كل حكومة لا تدير شؤونها بمتاحاتها وإمكانياتها، وهذا أيضا مسألة خطيرة فيما يتعلق بسلطات تتعارض مع السلطات الشرعية الموجودة العاجزة عن أداء مهامها على الأرض. نعم أستاذ، هناك من يطرح أن الهدنة كانت جس نبض من قبل الأطراف الدولية للأطراف المحلية عن مدى الاستجابة بأي حلول أو مقترحات دولية قادمة. أيضا هذا أنا باعتقادي غير صحيح يعني بالمطلق، لأنه الأطراف الدولية أصبحت ذات خبرة عميقة وطويلة وعريضة فيما يتعلق بالأطراف الموجودة في اليمن يعني، وإن لم تكن هذه الأطراف الموجودة التي صنعت الانقلاب هي عبارة عن تلميذ نجيب للجهود الدولية في اليمن، يعني لأنه يعني الأمم المتحدة والعالم كله تسلم الملف اليمني، وهناك حكومة شرعية، وهناك لحظة انتقال سياسي كنا سنذهب إليها، هناك لحظة انتقال كنا سنذهب إليه في مسألة الدستور والقانون وذهاب إلى مرحلة انتقالية انتخابية يعني. وبالتالي هذا الجهود أو هذه الحالة التي كانت على وشك النجاح، المجتمع الدولي بحضوره وإشرافه وصلنا إلى مرحلة انقلاب وليس إلى مرحلة انتقال سياسي. يعني معناته المجتمع الدولي يفهم كثيرا ما يجري في اليمن وليس غبيا لهذه الدرجة. نواصل هذا النقاش أستاذ نبيل، ولكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، إذن ما هي الرسالة التي أرادت الأطراف الدولية إيصالها، وما هي يعني البوصلة التي تتحرك من خلالها هذه الأطراف خاصة يعني مؤخرا؟ الأطراف الدولية هي لديها
ما شبه بخارطة عمل في الحالة اليمنية، لكن خارطة العمل التي تريد أن تنفذها على الأرض لم تتحقق لها الشروط الموضوعية. بمعنى آخر أنه هناك يعني نوع من العقبات التي أدت إلى تنفيذ مثل هذه المخططات، سواء على مستوى يعني الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو الذهاب إلى انفصال، أو الذهاب إلى أقاليم، أو الذهاب إلى تحالفات جديدة. يعني المجتمع الدولي لحد الآن لم يصل إلى يقين سياسي في الحالة اليمنية، لا هو قادر أن يدفع بأي اتجاه من هذه الاتجاهات. الحقيقة هذه التي يجب أن تقال. هناك واقع جديد يتشكل أيضا رغم كل العثرات التي موجودة، لكن واقع هذا يتشكل. الشرعية اليوم أصبحت أقوى بغض النظر عن كل فشلها في إدارة شؤونها المحلية. أيضا الانقلاب وصل إلى مرحلة العجز التام، الانهيار الاقتصادي الكبير، المجاعة، الأمراض، الأوبئة، كل هذه تمثل عوائق أمام وجود خارطة طريق لحلحلة المشهد اليمني. استعصام مرحلة السلام يعني وزيف مرحلة الهدن، كل هذه هي أيضا عوائق أمام وجود خارطة أو إيجاد خارطة أو رسم خارطة للذهاب إلى حلحلة المشهد في اليمن. أنا باعتقادي اليوم أيضا المشهد الوحيد الذي يتخلق أو ينتظره الجميع هو وجود انتصار عسكري، حسم عسكري من أي الأطراف. وباعتقادي أيضا أنه اليوم أصبح الحسم العسكري والانتصار العسكري هو في صف الشرعية أو في اتجاه الشرعية أكثر مما هو في صف الانقلاب. الانقلاب اليوم تلاشى إلى حد كبير، انهار الانقلاب، انهارت كل معالم المؤسساتية التي كانت لازال كان يشتري فيها ولاء الناس، وكان آخرها مؤسسة الراتب. الراتب أصبح مؤسسة في اليمن وهو الذي يربط الناس بأي طرف كان. الناس عندها الشرعية، الناس عندها الشرعية هو الراتب، من يعطيني الراتب هو صاحب الشرعية. لكن الإشكالية اليوم أنه ما قبل الراتب أو أساس الراتب الذي أتى عن طريقه هي الدولة ومؤسساتها. إذا كانت الدولة ومؤسساتها انتهت، فكيف ستنتظر أنت راتب؟ هنا سيأتي العمل على الشرعية، الشرعية التي التزمت أمام المجتمع الدولي في مسألة نقل البنك، والتزمت أيضا لأنها هي الشرعية في الأخير. أنا المواطن الذي انتخبت هذه الشرعية أو الذي أؤيد هذه الشرعية، أنا أنتظرها ولا أنتظر الانقلاب أن يعطيني راتبا ويتصدق أو يشتري به ذمتي السياسية. وبالتالي هذه الحقيقة التي يجب أن تقال. المجتمع الدولي حد الآن هو في حيرة، في حيرة من أمره، لأنه ليس هناك أي طرف ممكن أن يحقق انتصار الذي من خلاله ممكن الدفع بمعادلة سياسية جديدة في المشهد. الشرعية لم تنطلق إلى وتوفي بالتزاماتها الكبيرة فيما يتعلق بالمسار الأمني والاقتصادي. الانقلاب أيضا انهار ولم يستطع قادر على أن يؤدي شيء. لكن في الأخير أنا باعتقاد المجتمع الدولي هنا له أكثر من استراتيجية في التعامل مع المشهد. من ضمن هذه الاستراتيجيات قد يذهب إليها مضطرا أنه يدفع لوقف إطلاق النار بالقوة بقرار دولي، ويجمع هذه الأطراف وتشكيل ما يسمى توافق سياسي. هذا التوافق السياسي لا ينهي الأزمة في اليمن بقدر ما سيدفع إلى تأجيل انفجارية ثانية لحرب أشد وأضرى مما هي موجودة الآن. يعني هل ممكن أن نقرأ يعني ذهاب ولد الشيخ بعد الحديث عن إعلان الهدنة إلى الرياض ربما هو هناك هذه الأثناء عن ماذا ستسفر هذه التحركات؟ يعني هل عن مسار سياسي جديد ربما يعني تكرار للمسارات السياسية السابقة؟ السؤال على على ماذا سيبنى هذا المسار السياسي؟ يعني مثلا إذا كنا أمام سابع هدنة فشلت أو سادس هدنة فشلت، أيضا عدم وجود يقين سياسي في كل هذه الأطراف. يعني لا هو الذي تم اختبار الأطراف بمدى قدرتها على التزام أهدنة سياسية، ولا على مسار أنه قادر عن هذا الطرف أن يحسم أو هذا الطرف أن يحسم. أيضا ارتباك سياسي ليس على مستوى اليمن، على المستوى الإقليمي أيضا. يعني وبالتالي ما فيش أرضية ممكن أن تبني عليها مسار سياسي. هناك فشل كبير، هذا الفشل الكبير يتكرر، وتتكرر معه أيضا محاولات الأمم المتحدة ومبعوثها الفاشل بامتياز في إدارة هذه المرحلة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية. نعم. إذن ينضم معنا أيضا الدكتور محمد الرميحي الكاتب والباحث الكويتي عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا في المساء اليمني. دكتور محمد، لو تحدثنا معك عن يعني الهدنة التي شرفت على الانتهاء ولم تكن مثمرة بالمرة كسابقاتها، وهناك أيضا حديث عن تحركات سياسية قبل الهدنة، كيف تقرأ ذلك؟
يعني واضح الأمر منذ فترة طويلة بأن المشروع الإيراني هو مشروع متكامل، جزء منه في اليمن وجزء منه في العراق وجزء منه في سوريا، وبالتالي فهذا المشروع لا يمكن أن يتنازل في مكان ما وهو يعتقد بأنه يكسب المعركة. يكسب المعركة من خلال تجنيد مجموعة من المواطنين العرب في مكان ما في العراق وفي لبنان وأيضا جماعة الحوثيين في اليمن. لهذا السبب أنا أعتقد بأن المعركة طويلة وأن لا يمكن الوثوق بما يقوله الحوثيون، لأن الأوامر لم تأتيهم حتى الآن من طهران. الآن في عندنا متغيرات. متغير الأول هو يعني القرار الأمريكي. أيضا لابد أن نعلم بأن القرار الأمريكي في هذه الفترة هو قرار عاجز أو قاصر على الأقل، لأن هذه الإدارة هي إدارة تودع، ونحتاج إلى 4 إلى 5 أشهر من الآن حتى تأتي الإدارة القادمة. أنا تقديري ومن قراءتي للجو العام بأن الإدارة الجديدة القادمة سوف يكون لها مواقف مختلفة في كل المسرح الشرق الأوسط بما فيه المسرح اليمني. لهذا السبب فإن الحوثيين الآن يراهنوا، وطهران أيضا تراهن على أخذ أكثر ما يمكن من المكاسب في هذه الساحات ومنها الساحة اليمنية. تقديري بأن الحوثيون يريدوا الآن أن يفصلوا جزء من اليمن من أجل أن يقيموا عليه دولتهم، أو على الأقل يكون لهم جزء كبير في العمل السياسي كما هو موجود لحزب الله في العمل السياسي في لبنان. ولذلك يعني أولا علينا الصبر، علينا أيضا أن نكشف هذا الأمر بوضوح. ولو لاحظت قضية واحدة فقط كمثال، القضية هي ما حدث لمكان العزاء في صنعاء، وقامت الدنيا كما تعرفي، وقد يكون هناك خطأ عسكري، ولكن بعد أقل من أسبوع حدث نفس الحدث تقريبا بطائرات أمريكية ضربت عزاء في العراق، ومع ذلك لم تقم تلك الضجة الكبيرة التي سمعناها عن العزاء الأول. هذا يدل على أننا يجب أن نفهم الساحة كما يجب أن تفهم، وعلينا كما قلت منذ قليل أن نصبر قليلا وأن نقاوم كثيرا وألا نترك هذا المشروع يحقق أهدافه. نعم، لكن هناك تخبط كما تفضلت دكتور محمد في المواقف الدولية، وهناك أيضا يعني أحاديث عن هدن وإجبار عليها ربما لإراحة الضمير الدولي فقط، ولكن على الأرض لا توجد عمليا أي هدنة، حتى على مستوى المساعدات الإنسانية لم تصل إلى الأماكن المتضررة. على ماذا تراهن هذه الأطراف الدولية برأيك؟ هذه الأطراف الدولية بتنظر إلى المنطقة ككل وما بعد المنطقة، وبالتالي لديها حسابات كثيرة. ويعني نحن نعرف تماما بأن السياسة الأمريكية هي سياسة نفعية، يعني تقل لديها المبادئ وتكبر المصالح. لهذا السبب فإني يعني مثل ما قلت منذ قليل، نحن أمام 3 إلى 4 أشهر صعبة جدا، لأن هذه الإدارة تريد أن تخرج من المسرح بأقل ما يمكن من الهزائم أو كما تتصورها. علينا أن نلاحظ مثلا بأن في العدد الأخير من مجلة الفورن أفيرز، وهي مجلة تصدر كل شهرين مرة ولها تأثير واسع في متخذي القرار في الولايات المتحدة وفي أوروبا، كتب السيد بايدن وهو نائب رئيس الجمهورية الحالي، أي نائب السيد أوباما، وقال بأن الإدارة القادمة أمامها عدد كبير من الصعوبات في السياسة الخارجية. فإذا هذا نائب الرئيس يعترف بأن التركة التي سوف يتركها أو سوف تتركها إدارته للإدارة القادمة في السياسة الخارجية هناك قضايا معقدة وكبيرة، ومنها طبعا
القضية اليمنية ومثل القضايا الأخرى في الشرق الأوسط. نعم، الأشهر التي ذكرتها دكتور محمد هل ستؤثر إيجابا أم سلبا على الملف اليمني برأيك؟ أنا تقديري أن هذه مرحلة الانتظار، يعني علينا أولا علينا أن نقف يعني أمام هذا المشروع وقفة واضحة، وعلينا ألا نترك اليمن يعني لهذا المستقبل السيء بأن يقوم بحكمه الحوثيون. وأنت تعرفي بأن المشروعين في اليمن هما مشروعين يعني غير قابلين للحياة. المشروع الأول هو أن يعود علي صالح أو من ينيبه عنه، وهذه الإدارة لفظها الشارع اليمني من خلال المظاهرات الطويلة التي اجتاحت كل المدن اليمنية. والمشروع الثاني هو مشروع الإمامة الذي مات طبعا مع الثورة اليمنية في الستينات 62. فالحوثيون هم يريدوا أن يعيدوا موضوع الإمامة. نعم، حضرتك يعني تحدثت في مقالك اليمن الموقف والفرص عن هذه الجذور الإمامية، هل ستؤثر هذه الجذور على أي مسار سياسي للانقلاب أو مرتقب؟ يعني تقديري يعني هنا معركتين، معركة بالسلاح كما تعرفين، وهناك معركة إعلامية، وعلينا أيضا أن نتحدث بأكثر ما يمكن من الوضوح للشعب اليمني وللنخبة اليمنية بأن المشروعين المطروحين من الانقلابيين وعلي صالح هما مشروعين لا تاريخيين. المشروع التاريخي الحقيقي هو ما توافق عليه اليمنيون في يعني الاتفاق على دستور جديد وعلى وضع ديمقراطي حديث وعلى دولة مدنية حديثة وعادلة. هذا هو المشروع الصحيح، وهذا هو المشروع الذي سينجح في النهاية. صحيح أن أمامنا صعوبات الآن، ولكن هذه الصعوبات يمكن أن نصبر عليها ونذللها، لأن الشعب اليمني كما تعرفي شعب تاريخي، شعب لا يرضى بالتدخل الخارجي، وشعب طموح. لهذا السبب نحن نراهن على هذا الشعب اليمني الذي لم يخضع في تاريخه الطويل إلى أي تأثير خارجي، وخاصة هذا التأثير يأتي من دولة طموحة لها يعني مصالح أو لها مشروع قومي هو المشروع الإيراني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد الرميحي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ نبيل، سمعت الحديث الدكتور محمد يجد أن ربما هناك تأثير كبير على المنطقة من خلال الانتخابات الأمريكية التي يحاول الحوثيون وإيران استغلال أكبر قدر ممكن مما تبقى من هذه الإدارة، لأنهم يعون أن هناك ربما تغير في مسار الموقف الدولي فيما بعد الانتخابات. ما رأيك؟ أنا أتفق كثيرا مع ما ذهب إليه الدكتور محمد الرميحي فيما يتعلق بمصير السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة القادمة، لأنها يعني نحن أمام مقربة من أكثر من 3 أشهر للتحول وانتقال سياسي كبير في الحالة الأمريكية، وهو انتقال يمثل انتقال مفصلي في السياسة الخارجية، لأنه سننتقل إما من الجمهوريين إلى الملكية إلى من الديمقراطيين إلى الملكيين أو إلى الجمهوريين، أو ستظل الحكومة الديمقراطية، وبالتالي حتى الحكومة الديمقراطية، وهنا من المفارقات التي يجب أن تدرس في السياسة الخارجية الأمريكية، أنه إدارة أوباما السابقة أو الراهنة التي لا زالت كانت من أضعف الحكومات الأمريكية على الأطلاق فيما يتعلق بمسار السياسة الخارجية. وهذه الحقيقة لم أطلقها جزافا هنا، ولكن كثير من الباحثين الذين يتحدثون عن السياسة الخارجية الأمريكية يقولون بهذا المسار، ويقولون أنه سبب الكوارث التي حلت في الشرق الأوسط هو ضعف إدارة أوباما بشكل كبير، وهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتباك المشهد في سوريا والعراق واليمن أيضا وأيضا ليبيا ومصر. يعني نحن أمام تراجع في الأداء الأمريكي لصالح ميزان قوى جديدة، وهو التغول والنفوذ الروسي الذي بدأ يظهر كثيرا من خلال إما من تحالفاته مع إيران أو من خلال حضوره المباشر في الحالة السورية. وبالتالي هذه المرحلة أنا باعتقادي فعلا أنه نحن محكومين، أنا كما ذكرت سابقا أيضا أنه نحن لسنا جزيرة منفصلة عن المحيط العربي وعن الأزمة الواحدة، وخاصة أنه الفاعل الرئيسي أو العامل المشترك بين الأزمات الموجودة سواء في العراق أو سوريا هي إيران. أيضا اليوم إيران لم تكتفي أيضا بهذا المسار فيما يتعلق
اليمن سوريا العراق، إنما اليمن انتقلت إلى مسار آخر، مثلا في مصر تحاول أن توجد لها موطئ قدم أيضا في مفاصل هذه اللحظة الاضطراب السياسي الموجود في مصر وعدم الاستقرار. نحن أمام أيضا هذا المسار أيضا أدى إلى تغيير أيضا حتى موقع مصر فيما يتعلق بالتحالف العربي، وهذا الاهتزاز أيضا كله يصب في صالح المشروع الإيراني. هذا كله، هذه التقاطعات كلها هي أيضا تجعلنا أمام شبه يقين غير يقين سياسي على امتداد 3 إلى 4 أشهر، وهذا أيضا هو الذي يدفع أيضا بالأمريكان أن وأيضا بالإيرانيين أيضا في درجة رئيسية إلى أن يحاولوا أن يوجدوا مسارات خروج جانبية لإطالة أمد الأزمة، حتى يتبين لهم بعد ذلك أي النموذج الذي ممكن أن يتعامل معه في مسار السياسة الخارجية الأمريكية. والأمريكان أو الإيرانيين يفضلون كثيرا بقاء الحكومة الديمقراطية، مع أنهم أيضا لهم ما يشبه بلوبي ضاغط في مسار في حال ما نجح الجمهوريون في البيت الأبيض، فإنه أيضا لهم أيضا مسار آخر أو مسار بديل للتعامل والتعاطي مع الحكومة الأمريكية القادمة. نعم أستاذ نبيل، ما الذي تقرأه في الخطوة التالية بعد انتهاء هدنة 72 ساعة نعيش ساعتها الأخيرة ربما دون أي نتائج، أحدث عن مسار سياسي مرتقب، أيضا كل هذه الاضطرابات في ظل الانتخابات الأمريكية المؤثرة بشكل أو بآخر على المنطقة واليمن بشكل خاص؟ أولاً كما قلت لك، نحن محكومين بالمعادلة الإقليمية دولية اليوم. أيضاً المسار السياسي بدرجة رئيسية وما يتعلق أيضاً بالرباعية، الرباعية أصبحت اليوم هي المقرر الحقيقي فيما يجري في اليمن، سواء في سلماً أو حرباً. وهذه الحقيقة التي الجديد المتغير الجديد في المسار السياسي في الحالة اليمنية. وبالتالي ما بعد الهدنة سيكون كما قبل الهدنة، هي استمرار الحروب، وأيضاً سيكون هناك هامش للمناورة السياسية فيما يتعلق بالحديث عن كواليس مشهد سياسي ولقاءات، وأيضا لن تتوقف الطائرة التي تقل ولد الشيخ من الإقلاع، لن تكف عن الإقلاع، هي ستنطلق، وأيضا وهذا يحسب في صالحه وفي رصيده المالي. أيضا نحن أمام مشهد ربما كما قلت أنه سيظل في حالة المراوحة في مكانه على امتداد 2 أو 3 إن لم يكن 4 أشهر قادمة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.